فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وعن معمر أن عمر بن عبد العزيز كتب أن امنع من قبلك فلا يلبس نصراني قباء ولا ثوب خز ولا عصب ولا عصب وتقدم في ذلك أشد التقدم واكتب فيه حتى لا يخفى على أحد نهي عنه. نعم. قال كتب أن امنع من قبلك فلا يلبس نصراني قباء ولا ثوب قباء وهو الثوب نوع من الثياب. نعم. ولا ثوب خز أو جبة. نعم. ولا ثوب خز. والخز هو الحرير، لكن ليس المراد الحرير الخالص، وإنما المراد ما فيه حرير، فالنصراني لا يلبسه، لأنه مرخص فيه للمسلم، فلا يلبس النصراني لباس المسلم. ولا عصب. ولا عصب وهو ما صبغ بنبات يقال له العصب. نعم. وتقدم في ذلك أشد التقدم واكتب فيه، يعني نفذ هو أشد التنفيذ، واكتب فيه حتى لا يخفى على أحد النهي عنه. اكتب فيه يعني تعميما، اكتب فيه تعميما يوزع على الناس حتى لا يخفى على أحد. نعم. وقد ذكر لي من كتاب عمر رحمه الله، قال وقد ذكر لي أن كثيرا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم وتركوا لبس المناطق على أوساطهم واتخذوا الوفرة. لما دخل بنو تغلب كما في الأثر السابق، نعم، وهم معممون لأنهم عرب يلبسون لباس العرب، فعمر رضي الله عنه نزع عمائمهم لأن هذا من خواص المسلمين.